أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع إخبار الميت بأحوال أهله؟ ليش؟ من قال لك تخبره؟ تخبر الميت بأحوال أهله؟ هم وصيك ولا هم وصينك تبلغه؟ هذا كله كلام فاضي. سلم على الميت وادع له وامش بس وخل عنك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.